بنجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية. كابتن علي، رأيك ايه في الأزمة بتاعة المنتخب الأولمبي؟ أنا حاسس إن يعني هي أزمة بدون أي داعي. لو ممكن يعني ألخصها لك في ثلاث مراحل كده. المرحلة الأولى المنتخب الأولمبي نفسه، الكوتش بتاع المنتخب الأولمبي، أنا بشوف إن دي بطولة المجموعة دي مع بعض بقالها فترة. موضوع الثلاثة اللي فوق السن دي، يعني حتى لو الأندية ما وافقتش، مش شايف إن ممكن تبقى أزمة كبيرة قوي، لأن أنت معاك مجموعة، أنت عملت لها إعداد كويس بقالك فترة، بتلعب ماتشات، فبيبقى فرصتهم أحسن إن هم يبقوا مع بعض في بطولة زي كده في الأولمبياد، حاجة كبيرة يعني. طيب. طبعا اللعيبه الكبيره اللي بتوصل ان بتدي اضافه للفرقه في المراكز اللي هو شايف ان هي محتاج فيها، ولكن يعني ما كانش مش شايف ان محتاجه ازمه. انت وجهه نظرك ان طلع الجيل اللي وصل اصلا بيك بالظبط، مش شايف ان هي يعني ازمه كبيره قوي يعني، خصوصا كمان ان بطوله مع يعني كل الاحترام لكل الناس، البطوله قويه. حتى لو احنا عندنا فرصة كويسة ان احنا ممكن ناخد ميدالية فيها، بالذات في الكورة، ما حصلتش قبل كده في الكورة، ولكن اوكي في فرصة، ولكن مش هسبب أزمة كبيرة على ثلاث لعيبة فوق السن يعني. فأنا دي أول نقطة. النقطة الثانية، لو احنا هنتكلم احتراف فعلا، فأي نادي من حقه انه يرفض يودي لعيب كبير عنده المنتخب، زي ما حصل فرنسا نفسها وغيره من وهنا في مصر. طلبت محمد صلاح، ليفربول رفض، تريزيجيه النادي رفض، مصطفى محمد نفس الكلام، فمن حق اي نادي. ولكن احنا هنا عشان في مصر والانديه في مصر كاهلي او زمالك او بيراميدز، فشايفين ان الموضوع بناخد الموضوع عاطفي شويه، وموضوع وطنيه ولازم، والمنتخب بناخد الموضوع في حته ثانيه خالص، بناخدها في سكه ثانيه. انما لو بتتكلم بالعقل وبالمنطق، لا عادي خالص. الانديه دي برضو انديه كبيره وانديه محترفه، في بيراميدز مثلا والاهلي بينافسوا وشايفين اللعيبه دي مهمه بالنسبه لهم، اوكي. ولكن لو لعيب تحت 23 سنه ده المنتخب بتاعه، لا انا شايف ان هنا لا استوب.